إذن حضرتك لن تتفق مع هذه الأقوال التي تحلل ما حدث وتشير إلى أنه مقدمة لانسحاب روسي من بخموت، بل ومن الممكن من الشرق الأوكراني في قادم الأيام. لا، روسيا ما تزال مسيطرة في أوكرانيا، روسيا لديها أسلحة فتاكة، هناك صواريخ لم تدخل الخدمة، ووعد بوتين بأنها ستدخل الخدمة في أسرع وقت. ورغم ما حصل، بوتين صرح اليوم عدة مرات وقال إن الذي يشغله من الصباح إلى المساء هو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقال ولم يفت ما حدث في عضد الرئيس بوتين والكرملين، وقال إن العملية الخاصة هذه في أوكرانيا ستستمر ولن نتوقف إلا بعد أن نحقق مهامنا ونحقق ما أردنا من أهداف عندما قررنا في 24 شباط فبراير العام الماضي دخول أو غزو أوكرانيا. نعم.